السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديوهات شرح لسيستم أضلال. بعد ما تكلمنا عن سيستم أضلال وعرفنا إيه هو سيستم أضلال وعرفنا إيه المتطلبات اللي هي مطلوبة لتركيب السيستم، هنتكلم بعد كده عن حساب الأدمن كامل. وطبعا حساب الأدمن فيه كتير من الأوبشنات وكتير من المزايا أو الفيترز اللي موجودة في الحساب. فنبدأ ان احنا نتكلم عن شيء شيء او اوبشن اوبشن بالتفصيل، بحيث ان هو يكون واضح للاخوة اللي هما بيستخدموا السيستم او للاخوة اللي هما عايزين يشتروا السيستم. فاول شيء هنبدأ نتكلم عنه ان شاء الله اللي هو ازاي ان انا اسجل حساب جديد على السيستم. يعني لو انا حابب ان انا اسجل طالب جديد على السيستم او حابب ان انا اسجل معلم جديد على السيستم، ازاي ان انا اسجل حساب جديد على السيستم، سواء كان طالب سواء كان مشرف سواء كان معلم على السيستم. دلوقتي طبعا هنروح على السيستم ونبدأ نشوف الخطوات من صفحة الأدمن. طبعا حضرتك المفروض بتكون كاتب، يعني كاتب اسم الموقع ليك، وبتبدأ تكتب حساب الأدمن أو تدخل حساب الأدمن اللي هو اليوزر والباسورد، وتبدأ تضغط على ساين إن فبيدخلك في صفحة اللي هو الأدمن. طيب دي صفحة الأدمن من الداخل. طبعا لو شفنا الصفحة بتفتح مباشرة على صفحة اللي هي الكاليندر أو الدروس، كاليندر أو صفحة اللي هي عرض الدروس أو بنسميها الكاليندر. بعد كده عندنا في اليسار، عندنا في يسار الصفحة عندنا اللي هي الأوبشنات اللي حضرتك تقدر تستخدمها وتدير الموقع من خلالها. فلو رحنا طبعا على صفحة اللي هي User Management وضغطنا عليها بنلاقي في Users، نضغط على كلمة Users فبيفتح لي صفحة بقدر أعمل Add وأضغط Add. طبعا دي مجموعة من المعلومات اللي بتساعدني في إن أنا أعرف تفاصيل عن المعلم أو أعرف تفاصيل عن الطالب. فبنحتاج إن احنا ندخل اليوزر نيم، طبعا هدخل يوزر جديد مثلا سعيد. بدخل بعد كده اللي هو الايميل، طبعا هنعمل اي ايميل وهمي واحنا بنشرح، نعمل @gmail.com. بعد كده اللي هو تاريخ الميلاد، برضو هندخل اي تاريخ مؤقت عشان نكمل الشرح بس بسرعة. لكن عند حضرتك ان انت ممكن تختار السنة، تضغط هنا يجيب لك على السنوات، تختار السنة مثلا اي سنة، تضغط على الشهور، يعني هنا مثلا يجيب السنوات، ترجع تقدر تجيب مثلا تاريخ الميلاد للمعلم او للطالب، مثلا 75 شهر مثلا يناير مثلا يوم واحد. فكده دخلنا تاريخ الميلاد. لو حضرتك حابب تدخل اللي هو التاريخ الواقعي سواء كان معلم سواء كان طالب سواء كان أدمن. بعد كده بختار الكنتري، مثلا بكتب ايجيبت بيطلع لي ايجيبت. التايم زون للمدرس او للطالب، طبعا في نكتب هنا كايرو، بكتب كايرو فبيطلع لي التايم زون. طبعا الجندر لليوزر اللي انا بسجله سواء كان رجل او امرأة، بختار اللي هو الميل او فيميل، ده جنس اليوزر. بعد كده عندنا اليوزر تايب، عندنا ثلاث او اربع انواع من اليوزرات، في الستودنت، في تيوتر، في الادمن، في الماستر ادمن. الستودنت اللي هو الطالب، تيوتر تيتشر، الادمن اللي هو المشرف، الماستر ادمن اللي هو الاونر للويب سايت. فمثلا انا اسجل طالب دلوقتي، اسجل طالب وبعد كده ابدا اسجل معلم وبعد كده هبدا اسجل ادمن، واختار الباسورد، هعمل 1 2 3 4 5 6 واعمل سيف. خلاص كده اتحفظ الحساب الطالب، يكون اليوزر للطالب سعيد والباسورد من 1 ل6. اقدر اضيف حاجات تانية للطالب، ممكن اضيف الزوم له، ممكن اضيف السكايب، ممكن اضيف الواتس، ممكن اضيف السبجكت اللي هو بيتعلمها. يعني هنا مثلا لو الطالب بيدرس عربي ممكن اضيف العربي، لو بيدرس قرآن ممكن اضيف القرآن. فانا عندي اوبشن ان انا اضيف المواد اللي هي بيدرسها الطالب. بعد كده عندي اوبشن كمان ان انا اقدر اضيف الريلاتيفز له، اللي هم الاقارب.
فمثلا الطالب ده زوجته مثلا هتكون موجودة في الموقع أو هتدرس، أقدر أضيف الوايف وأقدر أحط لها البيانات اللي هي الخاصة بيها، مثلا نقول مثلا أمال، ومثلا الإيميل ممكن أكتب لها الإيميل الخاص بيها، وفي ميل وقت أقدر أكتب لها الإيميل، والزوم وأقدر أحط لها الزوم والواتس والسكاي، وأقدر أضيف اللي هو أي حد من الأقارب للطالب. طبعا أنا هنا مش هضيف عشان الوقت. وبعد كده الكونتاكتس دي لما الطالب يبدأ يدرس على السيستم ويبدأ يكون في يوزر موجودين أو تيتشر له، فبيبدأ ينزل اسم المعلم، وهنا بيظهر له اللي هو يوزر تايب، ممكن يكون الأدمن يتواصل معاه، أو ممكن يكون معلم، والكنتري للمعلم، والسبجكت اللي هو بيدرسها للمعلم. لكن أول صفحة هي الصفحة الأساسية اللي أقدر أضيف بيها يوزر الطالب وأبعته للطالب يقدر يدخل لصفحته. طيب هل اللي هي هل هل الطالب يقدر يعمل الأوبشنات دي لوحده من على الموقع؟ أيوه، يعني الطالب في الصفحة الخارجية يقدر يعمل ساين أب من الصفحة الخارجية من على الويب سايت من الخارج، لو كتب اسم الموقع مثلا أضلال سوفت ودخل وعمل ساين أب، يقدر يعبي نفس البيانات سواء كان طالب أو معلم، يقدر يضيف نفس البيانات إن كان طالب أو إن كان معلم، ويقدر يسجل لوحده على الويب سايت من غير ما أنا أسجله. فموضوع تسجيل الطالب ممكن الأدمن يعمله وممكن الطالب يعمله بنفسه. شكرا، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.